سلطة اسمها سلطة فريك بالحمص. أيوة، الحمص هنا هو مصدر البروتين الحيواني النباتي اللي في السلطة دي. عبارة عن إيه؟ عبارة عن فريك. الفريك بتاعي أنا مسوياه زي الرز بالظبط، معايا كمان كوباية حمص، معايا فلفل رومي كل الألوان، معايا الأخضر والأصفر والأحمر أو أيا كان اللي موجود، معايا خيار متقطع مكعبات، جزر مكعبات، بصل أحمر مكعبات كمان، وبصل أخضر مكعبات لونين، معايا بقى للدريسنج زبادي يوناني أو زبادي عادي أيا كان اللي موجود، ليمون، خل تفاح، ثوم مفروم، شبت مفروم، ملح وفلفل مجروش. هعمل إيه؟ هاخد مكونات الدريسنج الأول أخلطها مع بعض. واحنا بنخلط كده المكونات، تعالوا افكركم بمعلومه بتبعتوا تسالوني عنها كتير، وانا الحقيقه قلتها لكم كذا مره. ايه الفرق بين لما بتقولي زبادي عادي وزبادي يوناني؟ الزبادي اليوناني في الشغل او وانتوا بتشتغلوا بيه في الوصفه هتلاقوا قوامه اتقل. ليه؟ نسبه الميه اللي فيه اقل ونسبه البروتين اللي فيه اعلى، ده بيخليه مناسب جدا لاي حاجه عايزاها تبقى كريمي زي مثلا الدريسنج، وزي مثلا نشتغل نعمل انواع ايس كريم بيه مع بعض. خلاص، طيب نسبه البروتين فيه اعلى فهو مشبع اكتر لو هو زبادي يوناني بجد ومعمول بجد يوناني بروتينه اعلى، فهيشبعني فتره اطول. هل ده يقلل من القيمه الغذائيه بتاعت الزبادي العادي؟ لا خالص، بس انا بقول لكم لو عايزين كوبايه الزبادي تبقى مشبعه اكتر فدي الطريقه اللي نخليها مشبعه اكتر. طيب السلطة نفسها بقى هي ببساطة المكونات اللي قدامكم دي، هخلطها مع بعض وهشتغل بيها، احط عليها الدريسنج وتبقى سلطة الفريك جاهزة. ليه بستعمل هنا فريك؟ الفريك نشويات معقدة، النشويات المعقدة بتشبعني فترة اطول، ما بترفعش نسبة السكر في الدم قوي زي النشويات البسيطة. ايه البسيطة؟ اللي هي زي الرز مثلا، زي العيش الابيض، الدقيق الابيض. النشويات المعقدة كل ما هو لونه اغمق شوية. الفريك ده حبوب كاملة، الحبوب الكاملة دي مش متشال منها اي حاجة من القشرة، فده بيخليه مغذي جدا، مشبع جدا، وانا بحب طعمه جدا جدا. خلوا بالكم وانتوا بتعملوا دايت دايما تسمعوا نصايح كده ايه مقتطفات، فتسمعوني دلوقتي مثلا بقول لكم الفريك حلو في الدايت، فتاكلوا منه اكتر ما تاكلوا من الرز مثلا وتقولوا ما هي قله دايت. لا، هو دايت انه مشبع لكن سعراته الحراريه مش اقل ابدا من الرز او المكرونه، فمهم وانتوا بتاكلوا منه تبقوا مركزين ان احنا بناكل منه باعتدال. طيب انا بقى عملت ايه دلوقتي؟ حطيت كل مكونات السلطه مع بعض، هقلبها كويس، وعندنا خيار من الاثنين، يا اما هحط الدريسنج على الوش، يا اما هجيب بوله زي ما هوريكم دلوقتي احطها في النص واحط فيها الدريسنج. ليه بقى؟ علشان كل حد حر ياخد كميه الدريسنج اللي هو عايزها، ما بقاش حاطه كتير قوي على ذوق حد او قليل قوي. حلو، ناخد بقى الحمص بتاعنا نحطه كده على الوش. عايزه اقول لكم الحمص هنا هو مصدر البروتين النباتي بتاعي، مشبع جدا وكويس جدا، بس برضو لو انا بعاني مثلا من مرض السكر ما اخدش منه زياده عن اللزوم، لان هو نوع بقول فيه نشويات، نشويات معقده ولكن تظل نشويات، فهاكل منه ومغذي بس اكل باعتدال.